إن الأيام العشر الأواخر من رمضان ولياليه الفضل العظيم من الأجر والثواب، فقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أقبلت العشر أحيا الليل واجتهد في قيامه وأعماله. تتميز العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك بالكثير من الأعمال الصالحة التي يكسب العبد المؤمن منها عظيم الأجر والثواب والمغفرة عن كل ما تقدم له من ذنب. من أجمل ليالي رمضان هي تلك العشر الأواخر التي أنزل الله في إحدى لياليها القرآن الكريم معجزة رسول الله. من أجمل الأعمال التي يستحب للمسلم العمل بها في العشر الأواخر من رمضان هو الدعاء بما يكنه القلب من كلمات، وأجمل الدعاء دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. من كرم الله عز وجل بعباده أن جعل لهم شهرا كل عام يغفر به لمن أحسن القيام وجزاهم عن عمله الجنة وحرم أجزهم عن النار. اللهم اجعلنا ممن عفوت عنهم وغفرت لهم وأكرمتهم بجنات النعيم.